نحن الآن مباشرة على الهواء. أدال، هل بتلاقي في استهداف من آل كرم على أدال؟ أنا ما كان بدي أحكي بالموضوع، دائما بيقولوا إنه المشاكل العائلية خليها بقلب البيت. نعم. بس خلص بليز فينا، بس بتجرح. لا 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 أدال 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 أدال، وينو عادل كرم؟ لحظة الحقيقة، خلي العالم كلها تعرف إنه عادل كرم ما عن يجيب إلا الملكات. لا بدي أحكي، ما فيكم تقمعوا نحن حريم الرأي. لا بدي أحكي، ما بجيب إلا الملكات، مشان هيك أنت معنا، لأن أنت أكبر ملكة بالبروجرام كله. أنت هيك جاي تقول؟ أنت هيك جاي تقول؟ أنا إيه بدي أقول إنه لأنه أنت معي بالبروجرام. أنا أو فاليري؟ لا أنت. إيش فاليري؟ وفاليري. إذن ممكن قول ديانا أن هناك عملية كر وفر الآن بين عادل كرم ونعم، إذن يريد بعدسة الزميل، يريد بفرجية. نعم إذن هناك عملية كر وفر الآن. نعم، لكن على ما يبدو الأمور قد هذا. أنا شفت لك وردة اليوم لعيد الحب. مرسي، تقبل هذا عليك وقطيع مرسومة رسم. وين بشكة هيدا؟ ما في مصاري. المهم فكرت أصل النية، رح لزقها هلأ بالأوضة عندي. لا عن جد، لأنه أنا ما سالي زمان ما بيجيني شي على فالنتين. هابي فالنتين. أول شي بدي أهديها لعائلتي بـ MTV. تاني شغلة بدي أهديها لكل السوار يلي تعذبوا على الأرض، هيدي بدها تظهر بمحل كتير حلو بلبنان. انت لحظة، انت على حجة خيك ايه عم بتدقنك؟ أدال صارت حتى عم تعمل معه. يلا وتيجي عادل قلي. نعم، وصول عادل، نحن مباشرة على الهواء. هابي فالنتاين حبيبي، جبت لك وردة، انت خيي. اخي مصاري عدول حتى هولي مش دافع حق طبعهم، طبعتهم هون بالام تي في. حلو، وانا مش ممكن اهدي وردة للوردة. يلا لوردة اياها بالام تي في. غمض عيونك، ها هي كثير منولع فيها الأظان، تعمل لي حمام على القليلة. فاليري حبيبي، هابي فالنتاين. ثانك يو، سيم تو يو. جبت لك وردة، هيدا الترند هلا يعني. لا مش ترند، هيدا على القلة. جود، منكمل مشوارنا يا جماعة. وصل البرنس. هيدي وردة بس تعرف، لأنه الأحوال المادية ما فيها هلا دولار، عرفت رايح من السوق. هاي يا جماعة، هاي أحلى وردة ورح تشوفها كتير عندي. خلينا نشوف أديب شو وضعه. أديب، جبت لك وردة، أنت فيك تهديها لمين ما بدك. ما في مصاري. سوري، قبل ما تطلع الحلقة، مش إنه بترجع بتحضر الحلقة. فوتبول، بلعب فوتبول. كشفتني. أنا قبل كنت عم تتمرن على الحلقة. شفت فينا جول. يا رب يا رب. لحظة، يا نطلع لفوق، قرب. أنا كمان بطلع.